ครับเชิญคนต่อไปเลยนะฮะอันนี้น่าจะยังเด็กชายอยู่นะฮะเด็กชายมูนิฟยีมะเฟืองนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์อัสซุอาลุลอวัลอิกรอมินกอลิฮิตะอาลาอิตตะคอดูอัยมานะฮุมจุนนะตันฟะศัดดูอันซะบีลิลลาห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون حسبك السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا الرشدا حسبك اقرأ من قوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا ظننا حسبك جزاك الله خيرا جزاء بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته